حولونا إلى سجن صبنايا. عندما وصلنا أدخلونا إلى بهو يشعرك بالرعب الشديد لمجرد دخوله، بسبب الأجساد الغارقة في دمها على الأرض، مختلطة بدماء قديمة متجمدة تماما، كأنك تدخل إلى مسلخ. كان الضرب يتم بكل أساليب التعذيب الموجودة بين أيدي السجنين، بالدولاب، بالعصا الكهربائية أو بالهروات، أو بمواسير المياه البلاستيكية. وفي المرحلة الأخيرة أضافوا إلى ذلك بورية الحديد التي كانوا يسمونها أم كمال. أخذنا نتعرف على نظام السجن بالتدريج، ومنه أننا سنتعرض لموجة من الضرب مرتين أو ثلاثا في الأسبوع، ولن تمر إحداها دون جثة واحدة في حال كان الضرب معقولا. عندما وصلنا إلى السجن كنت أحس أن الجبال تصرخ، كان الهواء يهب باردا، ورغم ذلك يلفك الشعور بالاختناق. قحط، جفاف، مكان موحش، جميعنا في الباحة، كل الأهالي، وعيوننا تطير إلى الشباك، ابني وراء أي منها.